أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعمم علينا في المدارس أن نصلي صلاة الاستسقاء في المدرسة، ومن خلال تجاربنا يتضح أن كثيرا من الطلاب في المرحلة المتوسطة يأتون إلى المدرسة وهم لم يصلوا الفجر. السؤال: هل يصلى بهم الاستسقاء والحالة هذه؟ ما لك إلا الظاهر أنت، ما عليك من صلوا، وأما اللي ما صلى الفجر هذا ما تدري عن مسؤوليته عليه هو. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.